مستويات. منتخبنا الاولمبي كمان عنده مباراتين مهمين بكره ان شاء الله مع الاردن، وبعد كده تطير بعثه المنتخب الاولمبي بقياده روجيرو ميكالي عشان تخوض تاني لقاءاتها الوديه امام اوزباكستان. منتخب الامل زي ما بسميه قدم اوراق اعتماده في بطوله امم افريقيا، وفي كتير من النجوم الحقيقه ومنهم كوكا اللي راح منتخب اول، لكن مش بس كوكا يستحق، في اسماء كتيره جدا ممكن وبالاكيد لو كنت بتخطط لكاس العالم 26 بالتاكيد في اسماء كتير جدا في منتخب مصر الاولمبي عليها العين. الاهم دلوقتي ان هم يركزوا في اولمبياد باريس، وبعد الاولمبياد يكون لينا كلام تاني. طيب عندي بعض الاخبار العالميه هاجلها طبعا مع العالمي بلال محسن والظاهره احمد مصطفى ضيوف النهارده في السادسه، وعندي كمان جوله مع لاعبتنا المحترفه في الخارج نشوف اخر مساهماتهم ومشاركاتهم مع انديتهم في مختلف انحاء العالم في فقره جي بي اس، لكن بعد الفاصل.